سلام البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. كنتمنى نتلاقاكم بخير وعلى خير. كنتمنى الفيديو يلقاكم كلكم صحيحات بخير وعلى خير يا ربي. فاليوم الجمعه، غنشارك معكم كيفاش دوزت النهار ديالي. هنا كما كتشوفوا راه فقت في الصباح وجمعت الدار، ما غاديش نتغدى في داري، غنمشي نتغدى عند في دارنا. فكما قلت لكم انا دارنا قرابه ليا، تقريبا بيني وبينهم غير شي 15 دقيقه هكا ولا ما كاملاش، يعني كنمشي غير بالرجل وتنجي بالرجل، يعني قريبه. غنشارك معكم، مش ناخذ لكم شي لقطات من تما في الغداء، وغنشارك معكم هنا في الفيديو واحد العصير، وواحد العصير بالخوخ. وهذا الموسم ديال الخوخ، علاش لا ما نستغلوش؟ كيجي زوين وكيعطي واحد الكميه اللي كبيره. وغنشارك معكم واحد الهدايا كنوصلوني من واحد اليوتيوبرز اللي هي كازاويا في اسطنبول، كنقول ليها من هنا شكرا لك بزاف، شكرا شكرا. وكنت غنشارك معكم فاش يلا وصلوني، ونحل معكم هكا، نحلهم معكم وتشوفوهم. ولكن الظروف ما كانتش مساعده ديك الوقت، حيت كنت كما قلت لكم برزطه، وكنت هذيك الفتره هذيك فاش كنت غادي نسافر. صافي البنات، هادشي اللي كاين، بقاو حتى تكملوا الفيديو وتشوفوا ان شاء الله كيفاش دوزت نهاري. اما بالنسبه للعصير فكيجي بحال داك داناب اللي كنشري، وكيجي زوين. فانا خديت كيلو ديال الخوخ كما شفتوا، النص حيدت ليه القشره ونص خليته بالقشره ديالو. انا كيعجبوني العصائر يكونوا الا كان فيهم خوخ نخلي فيهم القشره ديالو. درت واحد كاس لا روب ديال السنيده، وواحد ربع لتر ديال الحليب، وواحد اليوغورت، وتما كما كتشوفوا عندي واحد ايطرو ديال الماء. غنشد داك ايطرو ديال الماء، غنخوي على داك الخوخ، وغادي نزيد عليه داك كاس لا روب. كاس ما عامرش، وانتم على حسب الحلاوه، الا كنتو كتبغوا الحلاوه بزاف تقدروا تزيدوا. انا درت غير كاس لا روب بركه. صافي، غادي نديهم فوق البوطه، نشعل ليهم واحد ماشي بزاف، ماشي غتشعل ليهم حتى اي واحد 4 ولا 3 ديال الدقائق. صافي، غير يبدا كيغلى بحال هكا، وطفيو عليه وتخليه حتى يبرد. ضروري تخليه حتى يبرد، ما ديروش في الخلاط ما كنعرفوا، خصوصا الا كان هكا الخلاط ديال البلاستيك، فمن الاحسن تخلوه حتى يبرد عاد باش ديروه في الخلاط. كنزيد عليه هنايا داك اليوغورت ديال الفاني، وغادي نزيد عليه ربع لتر ديال الحليب كما شفتوا. صافي، وغادي نطحنو مزيان، غنديرو في الخلاط ونطحنو مزيان ونخليه حتى يبرد. صافي، وكما قلت لكم ضروري هاد العصير دا تخلوه يبرد مزيان هكا، باش كيجي ما حدو كيبرد وهو كيزيد كيبنان، كيجي خاطر وزوين، وكيعطي واحد الكميه اللي كبيره. فهنا تقريبا عطاني شي جوج ايطرو اونس اللي عطاني ديال العصير. وكما قلت لكم هذا الموسم ديال الخوخ، علاش لا ما نستغلوش في عصائر بحال هكا. وهنا الكادوات اللي صيفطات ليا سناء كازاوية في اسطنبول، غنخلي لكم اللين ديال القناه ديالها في لي كومونتير لتحت باش تدخلوا تعرفوا على قناتها. صيفطات ليا الحويجات كاملين لبنتي، كانت خلت لي واحد كومونتير في القناه وقالت لي ناديه شنو ولدتي، راه بغيت نصيفط لك شي، بغيت نصيفط لك هكا شي كادوات لبنتك. وصيفطات لي صراحه حويجات زوينين زوينين كيحمقوا انتما البنات كما كتشوفوا. فاول حاجه صيفطات لي هاد اللعيبه هادي ديال الراس، مكتوبه فيها ما شاء الله، عرفتي كيما حليت هكا دوك الحويج، عرفتي اول حاجه دارت انتباهي هي هادو، ومعها هذيك ديال القماط هانتوما كتشوفوها، هذيك ديال الراس وديك الطويله ديال القماط. وهذا حتى هي زوينه زوينه بزاف هانتوما كما كتشوفوا، حتى هي هكا ديال كتديروا فيها، يعني كتقمطوا فيها التربيه بحال هكا هانتوما، فيها هذوك في الجنب كتبقاو تحكموا في واش بغيتوا ديروه مزير ولا مرخف. ومريحه فاش كندير فيها بنتي، فمريحه وتويب غزال. وهاد الحوايج البنات راه كلهم صبنتهم، راه عاد صورت معكم هنايا حيت ملي سافرت ديتهم معايا، فاش رجعت عاد باش صبنتهم انتما كما كتشوفوا. صيفطت لي هاد اللبيسه حتى هي زوينه بهاد المينطه ديالها صغيره انتما كما كتشوفوا، فيهم في نفس الزواق اللي تما كاين في اللبيسه. اللبيسه حتى هي زوينه، وكما قلت لكم صبنتهم وبقاو هما يعني كاليتي زوينه ديال الثوب ديالهم. صافي، هاد اللبسه الاولى كما شفتوا ها هي بديك الرياكه ديالها، بسريول ديالها، داك الفوق ديالها، واللوين حتى هو غزال، داك اللوين ديال بنيتات هكا زوين. وهنا صيفطات ليا هاد جوج، هادو جوج اللبسات بحال هما نفس، غير اللوينات اللي مختلفين.
انتما كما كتشوفوا انا كيعجبوني هادو، كيجمعوا هكا التربيه و تيخليوها مجموعه. وهنايا هاد اللبسه هادي حتى هي زويونه، وكما قلت لكم هاد الحويجات راه مصبنين، راه عاد كنت دخلتهم هنايا وانا نصور معاكم. التويب ديالها زوين كما شفتوا، واللوين حتى هو اللوين ديالهم غزالي. وهنا واحد السريول هكا ديال التحت، وهاد البيسه هادي ها نتوما كما كتشوفوا حتى هي ديال المبرة، التوب ديالها زوين وتشكيل هكا كما شفتوا زوينه. فكنقول لاختي انا شكرا بزاف، شكرا على هاد الكادوات اللي صيفطتي لبنتي، شكرا لك الله يخلي لك وليداتك. وهنا صيفطت لي هاد هادو ديال التحت هكا بهاد الصباعيات ديالهم وبالطويقيه ديالو. هادو صراحه مازال ما صبنتهمش، هادو مازالين جدادين، ما عمري ما لبستهم ليها. هانتوما كما كتشوفوا. وهنايا كاين هذا ثاني ديال التحت، وهاد طويقيه. وهنايا البنات صيفطت لي هاد السويك هذا كما شفتوا، اكثر حاجه عجبتني فيه هي اللوين غزال. يعني بنات وولاد اللوين زويون. وهاد الفكه فاش كتحطوا التربيه ديالكم، فهادو كنت سافرت بهم، جاوني في الوقت المناسب ونفعتني بزاف. هادي نفعتني بزاف حيت كنت خايفه على بنتي في الطريق من البرد، فدرتها فيها صراحه زوينه وعمليه، واللوين حتى هو زوين. صافي البنات، هذوك هما الحويجات اللي صيفطت لي سناء، كنقولها شكرا بزاف، وكنتمنى منكم تزوروا قناتها وتشوفوا المحتوى ديال القناه ديالها. وشكرا مره اخرى اختي سناء، الله يخطيك. هنا صافي راه ملي صورت معكم دوك الحويجات، هنا كانت تقريبا شي جوج. صافي غادي نمشي، هنا راه نور الهدى كتسلم عليكم كدير لكم باي باي. كما قلت لكم غادي نمشي دابا للدار ان شاء الله باش نتغدى، وغنصور لكم الا كاين ما يتصور، اكيد غنصور لكم. يلا نتلاقاو ان شاء الله في الدار. وهنا من بعد ما وصلت لدارنا كما شفتوا لقيت امي بدات كتسكي، فهنا كنت غادي نمشي في الصباح بكري باش نصور لكم طريقه ديال الكسكسو، كيفاش كدير الكسكسو الا كيجي زوين. البنات صراحه كتصرع كسكسو ولكن مشيت معطله، بقيت من هذه لهذه هكا صافي حتى مشيت معطله. المهم الا بغيتوا هكا الطريقه ديال الكسكسو، بغيتوا الطريقه ديال البلبوله اولا بداز اولا سميده اولا اي حاجه بغيتوا، فغير خليوها لي في لي كومونتير ان شاء الله نمشي عندها اولا تجي عندي ونصور لكم الطريقه ديال الكسكسو ديالها. فهي عندها طريقه خاصه وعندها شي قواعد هكا في الكسكسو، ولكن راه كيجي زوين البنات. صافي دابا غادي نمشيو نتغداو ونكمل معكم. وملي تغدينا هنا راه العشيه فاش كنصور معكم، هنا حتى قربت نجي لداري. امي عجنات هنايا البطبوط كما كتشوفوا، حتى البطبوط ديالها حتى هو كيجي زوين، كيجي خاوي من الوسط. وهنا شويه الفاكهه وشويه الحلوى وكويز ديال اتاي اكيد، اللي كاين شي طبيله ديال كسكروت ولا ديال الفطور اللي ما كيكونش فيها كويز ديال اتاي، هو كلشي انتما كما كتشوفوا كويس برزتو. صافي هكا دوزت نهير في الدار البنات، جلست واحد شويه غير. المهم في العشيه كنت مشيت حيت ضروري خاصني نمشي باش ندير العشاء راكم عارفين، وانا اصلا من النوع اللي لا دار لا كليت كسكسو كيجيني الجوع بالليل. شكون بحالي البنات؟ شكون بحالي لا كليت كسكسو كيدير ليها الجوع؟ صافي هنا جيت لداري كما شفتوا ونصب الطويجين. طويجين عادي راكم عارفين، درت الحيمات ودرتو باللوبيا وبطاطا والزيتون. هادشي اللي كاين البنات. هكا دوزت نهار الجمعه وكنتمنى تقبلوا على هذا الروتين، خديت لكم لقطات وصافي، وتهلاو ليا في ريوسكم. وشكرا لكم بزاف، شكرا لكم بزاف على دعواتكم معايا وعلى لي كومونتير زوينين اللي كتخليو ليا. وغنقول لكم بسلام عليكم، تهلاو ليا في ريوسكم الفيديو اخر ان شاء الله باذن الله. Can I